Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. حبوب الشوفان ممكن احنا نجيبها حبوب ونطحنها بالبيت او نجيب دقيق الشوفان جاهز حسب المتوفر عندكم. هذه هي المكونات. دقيق الشوفان 2 كوب 200 جرام خميرة معلقة كبيرة عشرة جرام وقليل من الملح نص معلقة صغيرة نخلط المكونات مع بعض المكونات الجافة وبنوضع ماء دافئ واحد كوب ميتين وخمسة وعشرين جرام نمزج لمدة دقيقة هيك أصبحت جاهزة نتركها ترتاح عشر دقيقة حتى تشرب السوائل اللي فيها هيك بعد خمستاش دقيقة مثل ما انتم شايفين كيف شربات السوائل نوضع قليل من دقيق الشوفان تحت العجنة وبنمد العجنة تابعوا الفيديو للاخر منشان انا حديكو خيارات كتير نعملها بالشكل هذا ممكن انقطاعها بالسكين في أي أداة متوفرة عنا تقريبا السمك واحد ملي عملتها ممكن نعملها حالة ونعملها مثل ما هي أو مكعبات إذا كان حجم واحد ملي الوقت الوقت بياخد في الفرن الوقت من خمسة وأربعين إلى خمسين دقيقة بالسمك هذا إذا كان واحد ملي السمك وإذا كان السمك مثل هيك سميكة أكثر من واحد ملي بتاخد من ستين دقيقة إلى تسعين دقيقة بالفرن أنا بديكو عدة خيارات وأنتو اعملوا المناسب لإلكم ممكن نوضع سمسم نوضع ماء في الفرشاة ونوضع السمسم أو أي نوع توابل أنتو بتحبوه أو حب البركة حسب ذوقكم افرجيكم ممكن نعمل اشكال تانية ممكن نعمل اي اداة متوفرة عنا انا وضعت راس قلب عملت وضعت شيف نائل ممكن تعملوا انتو حسب ذوقكم ممكن نعمل شكل مربع نعمل بالشوكة انتو بتعملو بطريقة اسهل كمان انا من شان التصوير بعمل بحاول اعمل عدة خيارات لالكم لكن لأ انتو ممكن تعملو تختاروا اي خيار من الخيارات هذه ممكن احنا نعمل هيك نوضع بالماء ونوضع بالسمسم هيك اصبحت جاهزه نوضعها بالفرن نشغل الفرن مسبقا من الاعلى والاسفل درجه الحراره تكون 150 درجه مئويه في الرف الاوسط نوضعها هيك تقريبا بتاخذ من, خم... من تأخذ تقريبا من خمسة وأربعين إلى خمسين دقيقة أخذت معي خمسين دقيقة والجزء خليته تبرد طبعا أما الجزء السميك هذا نرجعه على الفرن خمسة وأربعين دقيقة أخرى نرجعه على الفرن لأنه هو سميك ولكن أنتم ممكن تعملوا مرحلة واحدة أنا حبيت أعمل خيارات وأنا وضعتهم في الفرن مع بعض من شان أكسب بالوقت أكسب خمسة وأربعين دقيقة أكسب لكن أنتم ممكن تعملوا نوع واحد لو كان واحد ملي بياخد خمسة وأربعين دقيقة تقريبا إلى خمسين دقيقة لو كان أكتر بياخد من من ستين دقيقة إلى تسعين دقيقة حسب السمكة هذا بياخد تقريبا تسعين دقيقة السميك والمكعبات هذا كله هذا بياخد الرفيع الواحد ملي تقريبا خمسة وأربعين دقيقة مثل ما انتو شايفين أو سمعين الصوت هو كتير كتير هش وكتير روعة سمعين كيف الصوت في امان الله تزرونا بصفة جديدة من اشترك بالقناة اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة